واحنا كنا في وقت لا يقال فيه مثل هذا الكلام، فاتركن المسلسل الى ان حاولت اعمله كتاب، حاولت اعمله اذاعه، وقف تماما لغايه ما ركنته وتحمس له حد من الام بي سي، وحتى من غزي في الاول قلت لا والله ما انا عاملاه، انا كنت عامله نصه تقريبا. فيحيى قال لي يا خساره تعبك وبتاع، بدات بقى اكمله يعني وننتجه وبتاع. الفكره فتره انا ما اعرفش عنها حاجه، انا اللي درسته بالظبط ثوره 19 ثوره فاشله، هوب 23 يوليو الاول الاسلحه الفاسده. بس ما خدناش كده في المدرسه ان 19 كانت ثوره فاشله يا استاذ انت صغير معلش، ثوره فاشله صدقني. على فكره انا دخلت المدرسه في الستينات يا حبيبي، انا كنت بالظبط ثانويه عامه، انا كنت 63 اخر علاقتي بالتاريخ.